قبل ما نبدا حلقه النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بيبدا جو وهو بيعزف مقطوعه للمؤتمر وبنعرف ان جو عنده شركه وهو رائد اعمال وبنشوفه بيقابل سونيان كانت زميلته في المدرسه ما شافوش بعض من زمان وسونيان شغاله محرره صحفيه بتحاول تعمل معاه مقابله علشان تقدر تكمل دراستها فبتلبس قناع وبتدخل علشان تخضه وبتحاول تهزر معاه بس بيتضايق ومش بيحاول يبتسم حتى وبيجي السكرتير الخاص بجو وبيقوله له ان في حفله ولازم يحضرها وعلشان سونيان شخصيه مزعجه بتكون عاوزه تقابله باي طريقه لانها حاولت كتير تقابله وما عرفتش وهنا بيجي خطيب سونيان اللي المفروض هيتجوزه بكره وبيدخلها الحفله بالدعوه اللي معاه بس صاحبتها بتبدل معاها الكاس وتحط فيه مخدر لانها متضايقه منها وبيكون جو بيراقبها من بعيد وبيقرب منه السكرتير بيقول له هتقابلها فبيرد بيقول له لازم الادب الاول لاني عارفها من ايام المدرسه ومش ناسي اللي هي عملته معايا زمان وبيروح لها علشان يكلمها قدام الناس بس بتكون سكرت من الكاس اللي شربته وبتيجي ثنيان قدام الناس وهي سكرانه وبتعتذر عن الجواب اللي بعتته زمان لجو وانها ما كانتش تقصد اصحابها يشوفوه بس بعد ما فضحت الدنيا قدام الناس وطبعا جو بيتضايق من اللي حصل وبيروح هو كمان يشرب لحد ما بيغيب عن الوعي وتاني يوم بتصحى تلاقيه نايم جنبها وبيتخضوا هما الاتنين. وبرده بتعتذر عن اللي حصل امبارح ومصممه تعمل مقابله معاه فبيقول لها انه مش جو وانه قام بدور اخوه التوام وان اسمه لوجينيان وبيقول لها موافق بس انت مسؤوله عن اللي حصل امبارح فبتطلب منه انها تقابل اخوه التوام فبترد تقول له ما حصلش حاجه انا اصلا فرحي بكره وبعد ما بيسيبها ويمشي خطيبها بيبعت لها صورها مع جو وهما مع بعض نايمين وبيقول لها مش هحضر الفرح وعلاقتنا انتهت وبنشوف سونيان بتجري ورا لوجينيان علشان يلحقها انهم يتجوزوا النهارده لان خطيبها سابها بعد اللي حصل امبارح وبيرفض طبعا وبيقول لها انت مجنونه صح مستحيل اتجوزك بس سونيان بتحاول تهدده بالصوره اللي معاها وانها هتشوه سمعته وانها لازم تعمل حفل الزفاف وبتقول له هعمل ايه في وبتقول له انها مش عازمه حد غير ناس قليله وعلشان والدتها توافق تخليها تكمل دراسه بره وعشان كمان تقابل ويكون لها مكان في اللي اخوه عمله وبتقول له لو وافقت همسح الصور وسمعتك مش هتتضر فقال لها ماشي بعدها السكرتير بيعتذر لجو انه ما لقاش اوضه تانية ينام فيها علشان كده نام في نفس الاوضه وبيروح حفل الزفاف وبيتفاجئ انها عازمه ناس كتير وبتخليه يحفظ كلام علشان ما يعكش الدنيا بس هو وقتها بيقول عكس الكلام وبيحاولوا يلزقوا صورته على البوستر بدل صوره العريس القديم اللي كان خطيبها علشان محدش باله وبيبدا الفرح وبتحاول تقرب منه وتمسكه بالعافيه وتبوسه وبيدخل خطيبها القديم وبيقول انه رافض دي اما السكرتير بيشغل تسجيل صوتي بالغلط بيكون في حقيقه ان جواز جو وسونيان بالاتفاق وجو بيفتكر اللي حصل زمان لما راح علشان يجيب لها حاجه ورجع لقى خطيبها ده شايلها وانهم كانوا مع بعض بس هي كانت فرجت الجواب اللي بعته لها زمان على اصحابها كلهم علشان كده هو زعلان وبنلاقي امها وامه بيطردوا خطيبها القديم من الفرح اللي هو اصلا المفروض العريس وبيتم الفرح وبعد ما امه وامها مشيوا بتقول لازم نعيش مع بعض لمده 3 شهور لحد ما اخلص دراسه علشان امي هتراقبني نفس الوقت امه بتتصل بيه وتقول له بكره يا حبيبي فبيرجع يقول لها موافق نعيش مع بعض وبتزورهم امهاتهم في البيت وبيعملوا نفسهم بيحبوا بعض قدامهم وبيحضنوا بعض بعد ما الامهات بتمشي بيقسموا كل حاجه في الشقه ما بينهم وبيكتبوا لوحه قوانين بينهم وبتقول له انها عارفه اخوه كويس جدا علشان قالت له ان اخوه بيحب السمك الذهبي وبتطلب منه انها هتروح الشركه تقابل اخوه التوام وبيروح الشركه قبلها وبيغير شكله كانه اخوه بالظبط وهنا جوز امها بيخبط على الباب وبيضربها بعد ما سمع التسجيل في الفرح انه جوازها مزيف واصلا محدش خد باله وهي كمان بتضربه وبيحصل لها جرح وبيحاول له جنيان انه يصلح الجرح فبتحس بمشاعر متغيره ناحيته وهنا جو قاعد بيفتكر ايام الثانوي لما كان في المدرسه ووقف جنب حوض السمك والسمكه ماتت وهو بيمسكها وزميله ليه بيتهمه ان هو اللي موتها وبتيجي سونيان تدافع عنه ان السمكه ماتت قبل ما هو بيدخل وبتروح سونيان لرئيس الشركه بتلغي المكافاه بتاعه الدراسه علشان اتاخرت عليه وبتطلب منه يدي لها فرصه تانية. بس هو بيرفض وبيقول لها اتاخرتي ودي كانت اخر فرصه وبتطلع بره تفضل تعيط وتشرب لحد ما تسكر وبتروح سونيان لجو تتحايل عليه يدي لها فرصه تانية لانها اتاخرت على الميعاد علشان تليفونها اتكسر لما اتخانقت مع جوز امها فبيقول لها اوافق على اساس ايه مفيش بينا اي فرص علشان اديها لك وبيسيبها وبيمشي وبتصعب عليه وبيرجع لها تاني بيوصلها بالعربيه لحد البيت وبتنام على كده وبعد ما بيوصلها بيشوف فيديو ازاي يشيل المكياج وبتمسك فيه وتعيط تقول له انا كل ما اعمل مجهود في حاجه افشل فيها وانت بعد الثلاث شهور هتبعد عني وتمشي وبتصحى سونيان تاني يوم تعتذر للوجينيان على اللي عملته امبارح وهي سكرانه وبيقول لها ما تشربيش تاني وبتحضر له الفطار وبتروح لجو الشركه وبتطلب تقابله تاني بس رئيس الشركه بيرفض وبيدخل السكرتير الخاص بجو يقول لها انه وافق تقابله وبعد محايلات كتيره بتتقبل في الوظيفه وبتطلب منه تنضم للغرفه السريه وبيوافق بتغير لبسها وتلبس لبس الشركه وبيطلب منها تنضم للغرفه السريه معاه وبتوافق تدخل معاه لعبه الغرفه السريه وبتطلع لهم حاجات تخوفهم وبيهربوا من كتر الخوف وبتقرب منه وهنا سونيان وجو بيستخبوا وبتطلب منه يوصلها البيت ولما بيوصلها البيت بتطلب منه يجيب لها ميه تشرب فبيروح المطبخ يجيب ميه فبتشك فيه وبتقول له ازاي عرفت مكان الميه بيتردد وبيقول لها اصل بيت اهلي شبه بيتك كده وشكل بيتك صغير ومالوف وبيتصل بيه السكرتير ويقول له ان امه هربت من المستشفى فبيقوله فبيقول لا عادي هي عارفه بتروح فين وهترجع تاني ما تقلقش عليها وبتيجي امه وبتفتح سونيان فحماتها بتقول لها جبت لكم شويه جراد بحر عاوزين ناكلهم مع بعض وهي لسه واقفه على الباب وبتكون خايفه لأمه تاخد بالها انهم مقسمين كل حاجه بعلامه بالنص وبتقول لها استني حماتي لازم ننزل نشتري حاجات مع بعض من بره وقبل ما تخرج بتتصل بيه بسرعه علشان يشيل الاستيكر اللي مقسمين بيها الشقه وبترجع هي وحماتها وهو بيكون موجود وبتقول شيل بسرعه لوحه القواعد وبيخبيها وبيقعدوا كلهم هم ياكلوا مع بعض وبيسكروا وبيفتكر لما امه كانت مريضه وكذب عليها ان اخوه التوام مات علشان صحتها ما كانتش تسمح انها تعرف حاجه زي دي وسونيان كانت هتقول لامه الحقيقه انهم متجوزين جواز مزيف بس هو حط ايده على بقها وسكتها وكلهم كانوا هيخرفوا ولحقها ودخلوا الاوضه وبتدخل امه عليهم وبيعمل نفسه انه حضنها. بس تاني يوم وهما بيتفرجوا مع بعض على فيلم رعب بتخاف وبيمسك ايديها وبيحضنها وبيصحى لوجينيان ماسك ايد سونيان وبيلمس شعرها وبتدخل امه وبيعملوا نفسهم بيحضنوا بعض وبتروح الشركه وبتكون قاعده مع رئيس الشركه في اجتماع وبيجبرها انها تشرب خمره بالعافيه وبتسكر وبيحاول يعتدي عليها وبيجي يشوف اخر لحظه وبيمسكه يضربه وبتشوفه كانه جوزها لوجينيانا علشان كانت سكرانه وبترجع البيت وبتصحى تقوله انها كانت خايفه جدا وبتفضل لازقه فيه طول الوقت وماسكه ايده وبتقول هروح معاك اي مكان وبيشيلها معاه ياخدها المطبخ وفضلت ماسكه إيديه ودخلها الاوضه وفضلت تمسك ايده وتشكره على وجوده في حياتها وبيلمس شعرها وبتنام وهو كمان بينام لحد ما هي تنام وهنا جو بيكون بيتصور وبتكون سونيان قاعده مستنياه وهو بيتصور يقع منه خاتم الجواز اللي المفروض لوجينيان اللي لابسه وبتشك فيه وبتقول لنفسها حاسه انه لوجينيان وانه بيضحك عليا وهي قاعده بيجي لها رساله من امها بتقول لها تعالي لي بسرعه بس لوحدك وبتعمل حسابها وبتبعت رساله لوجينيان تقول له تعالي بعد نص ساعه على عنوان امها وبتروح تلاقي جوز امها بيضرب امها وبيطلب منها فلوس وبيضربها هي كمان وبتقول له هي اللي عملت لك قيمه وبيدخل عليها جو ينقذها وبتركب معاه العربيه وبتقول له انت عرفت ازاي هنا قال لها اخويا قال لي وبيوصلها البيت وبيفضل يقول لنفسه هي بتحبك وانت لسه بتحبها وبترجع سنيان البيت وبتقعد مع لوجينيان يلعبوا لعبه الكد وبتساله في حد في حياتك وبتحبه ولا لا بيقول لها اه فبتفرح وبتقول له مين اللي بتحبها بيقول لها امي فبتيجي ضربه وبتاخد ميعاد من جول اول مره وهي بتحضر نفسها كويس وهو كمان بيلبس وبيجيب لها ورد وهو في السكه بيجي له مكالمه ان الغرفه السريه في الشركه بتتحرق وبيبعت لها رساله يعتذر وبيروح على الشركه وبيتصاب وبيدخل مستشفى وبتروح المستشفى تزوره وهو بيكون في الطرقه وبيقول للسكرتيره زقيني دخليني الاوضه بسرعه وبيفتكر انه كان المفروض معاه ميعاد معاها وبيجروا تاني علشان يتقمص شخصيه جو موشينج وبيغير هدومه بسرعه قبل ما تدخل وبتدخل عليه الاوضه تسلم عليه وبيقول لها شكرا لزيارتك وبتقول له مفيش داعي للشكر انت اخو جوزي وبيتضايق وبيغير وبيقول لها محتاج ارتاح لاني تعبان امشي يعني وبتمشي وهي زعلانه علشانه وبتتصل بلوجينيان تقول له ان اخوه في المستشفى وطبعا بيتقمص الشخصيه ويقول لها رايح اشوفه وبتفضل تقول له قلقانه عليه وبنشوف جينيان وبيقول لسونيان ليه مش بتفطري بقالك يومين وشكلك متغير فبترد تقول له ضغط شغل بس وبتسيبه وتمشي وتروح الشركه ورئيس الشركه بيقول لها مبروك اخيرا اتعينتي محرر صحفي فبتفرح جدا وبيدخل عليها جو وبعدين بيطلب منها يجيبوا هدايا عيد ميلاد مع بعض وبيتصل بالسكرتير بتاعه يقول له سونيان مخبيه عني حاجه وبيرد يقول له ما انت لازم تقول لها الحقيقه وبتكون سونيان قاعده في اوضتها متضايقه جدا لانها بتفكر في جو كتير وهي متجوزه لوجينيان بتكون محتارة جدا لانها بتحبهم هما الاتنين في نفس الوقت اللي بتفكر فيه بيخبط على الباب جوزها فبتفتح له وبتقول له باسم جو يا دي النيله بعدها بينزل جو مع سونيان يشتروا هدايا عيد الميلاد مع بعض وبيقول لها تصدقي ما اخترناش هدايا مع بعض من زمان وبيخلصوا وبيقعدوا مع بعض في كافيه وبيتكلموا ازاي اختاروا الهدايا وفجاه بيسالها انت بتحبي لو جينيان وبترد وهي مترددة تقول له اه بحبه بعدها بيروح لام المستشفى وتاني يوم ثنيان بتروح تشتري سمكه وتقف قدام السمك وبتكون محتاره بين اللون الاصفر والاسود وبتقعد تفكر كتير وامها بتكون معاها فبتقول لها اختاري واحده بس وخلي عندك قرار وبتفتكر من الكلمه دي علاقتها بلوجينيان وجو فبتقرر تختار الصفرة وبيصحى تاني يوم لوجينيان وبيسالها لو كانت اكلت بس بتقول له لا وبيقول لها كمان ان الدنيا بتمطر لو حابه اوصلك بس هي بترفض ولما بترجع البيت بيقدم لها ورد بس بتكون نامت وبيقول لها انه بيحبها بس بنعرف انها سامعاه ومش بتكون نايمه وبتروح تاني يوم الشغل فبيقرر انه يعيش على شخصية لوجينيان وما يشوفهاش تاني بس هيحاول يفهمها انه هيسافر بره يكمل دراسه هنا ولوجينيان بيحتفل بعيد ميلاده وهي بتعترف انها بتحبه وبتطلب منه يكمل معاها وبيقول لها مش هتكوني لوحدك تاني وبيعزف لها اغنيه مخصوص ليها وبتقرب منه وبتبوسه وهنا سكرتير جو بيقترح عليه انه يقول لسونيان انه هيكمل دراسه بره ويحاول يمنعها انها تقابله تاني وبتيجي سونيان الشركه علشان تقابله وهي منتظره بره بتيجي بنت زميلتها شغاله معاها وبتدي لها خاتم وتقول لها في حاجه وقعت من جو وقت ضرب النار في الشركه لما ولعت فبتلاقيه خاتم الجواز اللي المفروض لوجينيان يكون لابسه وبتحاول تقابل جو بس بيرفض وبيقول لها انه مشغول ومش فاضي يقابلها فبتدخل هي بطريقتها بالعافيه وبتوري له الخاتم اللي وقع منه وبيسكت وبيقول لها انتهت المقابله عندي شغل اما سونيان بتطلع له الهديه اللي كانت جايبها له علشان عيد ميلاده وهي زعلانه وبتقول عموما كل سنه وانت طيب وبتخرج وهي لسه خارجه بتسمع رن التليفون لوجينيان وفي نفس الوقت الاغنيه اللي غناها مخصوص ليها فبتقول لنفسها ازاي ده؟ وبترجع طبعا تشك فيه تاني، وبيحاول يخبي فبيطلع التليفون من الدرج يرد على امه ويقول لها ان أخوه جنيان نسي تليفونه معاه وبيطلب منها تاخد التليفون تديه لاخوه، وبترجع البيت وهي شاكه فيه، وبتدخل عليه المطبخ علشان تديله تليفونه فبيقول لها انه كان عند اخوه نسي تليفونه هناك، وبيتعور وهو بيعمل اكل فبتحاول تغطيله الجرح، وبتاخد بالها ان الخاتم واسع عليه فبتشك اكتر، وبيرد عليها انه خس الفتره اللي فاتت علشان كده الخاتم بقى واسع عليه، اما سونيان فكرت في طريقه قررت بتدخل الاوضه ولبست لبس مغري علشان تغري وبتعض من رقبته وبتخرج وهنا لوجينيان بيقول لسونيان ما تعضنيش تاني وبتوعده انها مش هتعمل كده تاني وانها بس بتحاول تكون رومانسيه بطريقتها هي وبتلبس وتروح الشغل وهو بيحاول يداري العضه وبينزل الشغل وبيتقمص دور جو كالعاده ولما بتروح الشغل بيقول لها روحي الغرفه السريه وبتطلب منه يدخلوا الغرفه السريه مع بعض علشان تاخد تقييم للغرفه وبتحاول تقرب منه وتوقعه على السرير بس هو بيحاول يبعدها وبيقول لها ما تنسيش حدودك انا زي يا خوكي. لكن كان كل تفكيرها تشوف مكان العضة علشان تتاكد هو نفس الشخص ولا لا وبيدخل السكرتير الخاص بيه بيلحقه في اللحظه دي وهي موقعه على السرير وبيقول له امك في المستشفى ومنهاره وبتروح سونيان معاه المستشفى وامه بتكون منهاره وبتقول له عاوزه اشوف اخوك لوجينيان ما شفتوش من فتره بس الدكتوره بتطمنه بعدها وبعدها بيركبوا العربيه وبتقول له هكون موجوده النهارده وبتساله اذا كان في حاجه مخبيها خلينا نشارك بعض فبيرد يقول لها خبي ايه يعني مفيش حاجه اقولها وهي معاه بتتصل بلوجينيان علشان برضه شاكه فيه بيرد عليها السكرتير وهو بيقلد صوته وبيقول لها انه في البيت وبتسيبه وتمشي وبترجع البيت بتلاقيه بيغير هو والسكرتير علشان يتقمص شخصيه لوجينيان ولما بتشوفه وتفضل تصرخ وتنهار وتقول له ليه ما قلتليش الحقيقه وبيطلب منها يتكلموا بس هي بترفض وبتقول له وهي منهاره رجع لي لوجينيان انا حبيت شخصيته وبتطرده من البيت وهنا سونيان بتكون منهاره وبتروح تقعد في بيت امها في لحظه انهيارها وبتفتكر كل اللحظات الجميله اللي عاشوها مع بعض في بيت واحد وانه ازاي عمل كل ده وازاي كدب عليها وبتتصل بيها حماتها تقول لها ان عملت لها شال تيجي تاخده وانها عاوزه تجيب اكل وتيجي تقعد تاكل معاهم فبترد عليها سونيان وتقول لها مش عاوزين ناكل علشان ما تخليهاش تيجي وهي اصلا سايبه البيت وهنا بيكون جو راكب العربيه مع السكرتير بتاعه وبيقول له ان ازاي كان اناني في حقها وبيحاول يروح لها البيت وبتقابله قدام البيت صدفه وبيقول لها انا اسف وبتقول له كل حاجه انتهت مش عاوزه اشوفك تاني اما خطيبها القديم بيحاول يكون معاها ولما بيشوف جو واقف معاها بياخدها وبيدخلوا جوه وما بتحاول تخليها ترجع له وتقول لها هو ما هو نفس الشخص وإن أخوه مات بس بتقول لأمها انتهى الأمر بالنسبة لي وبنلاقي جو بيحاول يزور قبر أخوه لكنه بيشوف أمه هناك في المقابر وبيتخض وبيجري على أمه في المستشفى يسألها هي كانت هناك ولا لأ وإنها خرجت فبترد عليه أمه تقول له ما خرجتش النهارده وبيقول لنفسه ازاي أنا شفت حد شبهك النهارده بعدها بيسكت وبيطلب منها إنهم يخرجوا يتعشوا بره بس هي بترفض وبتقول له خد الشال اللي عملته لسونيان وهي زعلانه وبياخد منها الشال فعلاً وبيفتكر كل حاجة كانت جميلة بينهم وهنا خطيبها القديم بيحاول يقول لها إن بيها لكنها بترفض وبتقول له انا كرهت الحب وجو بيروح لها البيت وبيحاول يصالحها ويفهمها انه ما كدبش عليها فبترد عليه وتقول له لما انت نفس الشخص ونفس المشاعر عملت كده ليه فيا وبتقول له يخلع الخاتم علشان كل حاجه بينهم تنتهي رسمي وهنا بنشوف سونيان قاعده على الارض ومنهاره من العياط وبتكون سكرانه جدا وبتفتكر كل اللحظات الرومانسيه اللي كانت بينها وبين جو او الشخص اللي كانت عايشه معاه مهما كان اسمه وتاني يوم بتروح الشركه وهي مبهدله ولابسه شبشب طبعا علشان كانت سكرانة وإنها قصرت في الشركه كمان وبتضرب الموظفين علشان مش حاسه وبترجع تروح لحماتها المستشفى وبتقابل جو في الاستقبال فبتطلب منه يروح الشركه وهي تفضل مع امه وبيوعدها ان امه مش هتعرف حاجه عن انفصالهم وبتدخل على امه وتكتشف ان امه تعرف ان اخوه جونيان ميت من زمان علشان كانت طالعه في الصوره وهي بتصور جو وهو بيزور اخوه في المقابر فبتزعقلها وتقول لها عملتي ليه كده في ابنك خليتيه يعيش يعاني ويمثل دورين علشانك وأنتي عارفه فامه بتنهار وتقول لها انت ما عشتيش دور الامومه لسه وانا عانيت كتير علشان اتقبل فكره موت ابني وان الكل كان بيلومها على انها ما عرفتش تهتم بابنها اللي مات وسونيان بتقول لها اليوم اللي روحتي فيه المقابر ابنك شافك وانت كدبتيه وهو لسه بيلعب اللعبه علشانك وبيضحي علشانك وانت ما فكرتيش غير في نفسك وبتخرج سونيان وبتقول لجو لازم تهتم بنفسك وبتسيبه وتمشي وهنا سونيان بتروح الشركه وبتدخل على زميلتها وهي بتخبي ملفات مهمه وبترفض تديها لها بس سونيان بتقول لها لو ما سبتيش الورق هفضحك وافرغ الكاميرات ومن ناحيه ثانيه بيكون جو راكب العربيه وبيكلم رئيس الشركه وبيقول له سونيان هتمشي من الشركه اما رئيس الشركه بيكون مع سونيان وزميلتها ولما بتعترف بيخلي زميلتها هي اللي تسيب الشركه وبنشوف جو بيروح لامه المستشفى وبتدي له شال يلبسه وبتطلب منه يسامحها وبتطلب يديلها فرصه ثانيه وبتقول له سونيان بتحبك وبنت طيبه جدا ما تسيبهاش وانها لسه بتدافع عنك في غيابك فبيقول لها بس هي مش بتحبني بعدها بيتصل بيه رئيس الشركه وبيقول له انه دفع مبلغ كبير لمدرسه ثانوي بالغلط وبيقول له سونيان قدمت استقالتها ولو مشيت كل حاجه هتبوظ من غيرها ولو هتضيع وبيجري جو يروح نفس المكان بتاع الثانوي اللي كتبت له فيه الجواب زمان وبيعرف انها كانت بتحبه وانه كان فاهم غلط وبيفضل يدور عليها وفي نفس الوقت بتكون قاعدة في كافيه وبيروح لها صديقها وبيعترف لها بحبه بس هي بترفض في نفس اللحظة اللي بيدخل فيها جو وبيقول لهم انه مش موافق وانها لسه مراتي وبحبها والاتنين بيفضلوا يشدوا فيها على مين هيروحها وبتسيبهم وتمشي تركب المترو لوحدها بعدها سونيان بتكون نازلة من البيت وبتقابل جو صدفة وبتقول له بتعمل ايه هنا وليه راكب مكنة هو انت مش عربيه فبيكذب عليها وبيقول لها العربيه عطلانه فبتركب معاه المكنه قدامه وبيروحوا الشركه وبتروح تلاقي زمايلها بيبركلها علشان بقت محرر صحفي رسمي وبيكون معاها جو وبيكون قاعد جنبها وبيعاكس فيها وبيقول لها انا هكون رئيس التحرير الخاص بيكي وبيقول لها السمك في البيت وحشني عاوز اشوف فبتقول له هم مش عاوزينك وبيخلصوا شغله وبيطلعوا وبتكون الدنيا بتمطر جدا وبتوصل هي البيت وبيقول لها عربيتي مش معايا ينفع بات معاكي ليله فبترد تقول له لا ما ينفعش وبتمشي وفجاه بيصعب عليها وبترجع تاني تاخده معاها البيت. بيت. واول ما بيدخلوا بتقول له بيت اهلي اعتقد ما فيهوش حاجه هتناسبك اشتري حاجات وفجاه الباب بيخبط وبتلاقيه طلب حاجات كتير جدا وبتتخض وبتقول له ايه كل ده دي ليله واحده وتاني يوم بتروح الشركه وبتقول له هرجع مش هتاخر وهي راكبه العربيه بتلاقي المكتبه اللي كانت بتشتري منها المجلات اللي بتحبها زمان وجو هو اللي واقف فيها وبيديها مجله جديده هي بتحبها وبيقول لها حد بيحبك سابها لك وبتشكره وبيعترف لها بحبه لاول مره وبيعتذر عن سوء التفاهم اللي حصل زمان وخليه ما يشوفش انها بتحبه زي ما هو بيحبها وبيطلب منها ياخدوا فرصه تانية واخيرا بيقرروا يرجعوا لبعض زي اول مره وبيعملوا فرحهم من جديد وبيكون في معازيم كتير وام وامها بيحضروا الفرح بس جو المره دي بيكون شكله فرحان ومبتسم ابتسامه طبيعيه وبيعملوا فرحهم وبيكونوا بيستقبلوا المعازيم وفجاه بيجي خطيبها القديم وجو بيتخض بس بيقول له بهزر معاك هي مجرد صديقتي وبيبدا الفرح وبيكونوا سعداء جدا ويوم الفرح بيكتب لها رساله حب جديده وبيقول لها بحبك قدام كل الناس وبيقرا الرساله في الفرح وبيطلب منها ما تشربش تاني علشان هو بيحبها وبيبوسها هو المره دي قدام كل المعازيم وبيوعدها انه مش هيضيع الخاتم تاني ابدا وسونيان بترد تقول له اصلا مش هديك فرصه تضيعه وبعدها بتقرر تسافر المدرسه الثانويه تكمل مشروعها وبتطلب منه يسافر معاها بس بيكون عنده شغل واول ما بتوصل بتتفاجئ انه جه وراها وبتقول له انت جيت ورايا ليه وسبت شغلك فبيقول لها اللي عنده زوجه زيك ما يسيبهاش لوحدها ابدا وبيبتسم وبيحضنها ويبوسها وبكده يكون خلص مسلسلنا اشوفكم بقى في ملخص جديد سلام